السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على قائد المنتخب البرتغال للفوتسال وهو ماتوس، يعني وين قال بأن نعرف جيدا جودة المنتخب المغرب وعلينا أن نقوم بما يجب فعله. يعني وين شو كيفاش وين بدأت يعني نقولوا حرب يعني المعنويات في هذه المباراة، والمنتخب المغربي يريد يعني ونقولوا باللي غادي يكون أول اختبار حقيقي في هذه الدورة قبل الذهاب للدور الثاني، سوف يكون أول يعني بداية حقيقية للمنتخب المغربي أمام يعني وين نقولوا باللي البرتغال خليفة وكسموها يعني وين ربح يعني شو كيفاش ربح برومي ماتش 3-2، دوزيام ماتش ربح 3-2، يعني ماشي سهلة. شوف باكستان يعني وين لعب الكل في الكل يعني، لكن يعني رسميا وين تأهل البرتغال المغرب والبرتغال، عليا تأهل المغرب والبرتغال رسميا للدور الثاني بعد خسارة يعني بنما ثاني مباراة لها وخسارة باكستان ثاني مباراة لها. سوف تكون بين باكستان وبنما يعني من أجل مشاركة مشرفة الفوز يعني لمن يفوز على مكان. وين صرح قائد المنتخب البرتغالي فوتسال جاو ماتيس بأن رفقائه يتطلعون للفوز على المنتخب المغربي في الجولة الأخيرة من الدور المجموعات من أجل ظفر بصدارة المجموعة الخامسة في كأس العالم لكرة القدم داخل قاعة أوزباكستان 2024، ونجح المنتخب المغربي رفقة نظيره البرتغالي في ضمان التأهل إلى الثمن النهائي مونديال فوتسال بعد فوزهما في الجولتين الأولى والثانية على باكستان وبنما. وقال ماتيس في تصريح صحفي بعد الفوز المنتخب بلادي على باكستان ب3-2، وين نعرف جيدا جودة المنتخب المغرب، وأكمل الحديث مؤكد رغبة زملائه في تحقيق صدارة المجموعة. الآن علينا أن نقوم بما يجب فعله للفوز، ويشير إلى المنتخب المغرب سيواجه البرتغال يوم الأحد المقبل يعني المغرب إن شاء الله ربي على الساعة 1:30 في صراعهما من أجل احتلال صدارة المجموعة الخامسة لمونديال فوتسال. يعني النتيجة وإن تكون إن شاء الله بربي، يعني نتمنى مرتبة أولى أفضل، مرتبة أولى أفضل يعني وين أين وين المنتخب المغربي وين يعني وين يحلم للتتويج بالمونديال، يعني حلم التتويج بالمونديال. وين تفاجأ المنتخب المغربي كرة القدم داخل الصالات بمستوى كبير والغير متوقع من نظيره باكستاني وبنما في المباراة الأولى والثانية كأس العالم، والتي تحتضنها أوزباكستان في الفترة ما بين 14 سبتمبر وإلى 6 أكتوبر المقبل. نتمنى إن شاء الله بربي يشوف المنتخب المغربي حتى 6 أكتوبر. يعني من دخل المنتخب المغربي بقيادة مدربه الفني هشام دقيق، والذي نال جائزة أفضل مدرب في العالم قبل أسابيع يعني هذه البطولة بهدف الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة والمنافسة على اللقب بعدما سيطر المغاربة أفريقيا وعربيا في الفترة الماضية يعني والدولية. يعني المباريات التي لعبها يعني مباريات كبيرة أخويا، هذه هي يعني وين تصدر المنتخب المغربي والبرتغالي مع أفضل نقولوا أفضلية فرق الأهداف للمنتخب. سأل واو شو يا تشوف او لا الافضليه لصالح كيما هكا الكلاسمون المغرب ولا قلت لك البرتغال المغرب كلاسمون البرتغال خدت الافضليه تاع الاهداف. شحال ماركين؟ شحال ماركاو من البند؟ ماركاو 10 وماركاو اليوم شحال ماركاو؟ جيت نقول لكم شحال ماركاو، مركاو 3 10 13 بوت، 13 بوت مع موا شحال كيما هكا موا 3 خاطر 1 و2 موا 3 تلقاو 3 اهداف يعني في جوج مباريات تلقاو 3 اهداف. المغرب وين 4 و6 10 ها شويه
أهداف أهداف يعني تلقاو الأهداف عشرة عشرة ونقص شحال ثلاثة ثلاثة ستة لا يا كيما كاش مشكل يعني كاش مشكل يا قضية تربح المغرب بس البريمي قولابي راه مكان لا قولابي راه لا والو تفوت ديريكت. وقال هشام دقيق مدرب المنتخب المغرب لكرة القدم داخل الصلاة في تصريحات لموقع بطولة كأس العالم لن تكون سهلة ولا يمكن أن نضع أنفسنا ضمن خانة المرشحين وأبرز لدينا لاعبون جدد ليست لديهم تجربة كبيرة فتركيبة المنتخب المغربي شهدت مجموعة من التغييرات وهناك منتخبات قوية مشاركة لذلك علينا أن نلعب المباراة واحدة تلو الأخرى ونبحث دائما عن الفوز واختتم نأمل طبق يعني في التدوين طبعا في التتويج باللقب نحن منتخب مصنف ضمن المنتخبات الكبيرة لكن هذه الرياضة تؤمن بجاهزية والحضور واحترام الخصوم أمر ضروري هذه وتمكن النجم يعني نجم المنتخب المغربي صوفيا الشعراوي يعني وين تسجيل اليوم هدفين مصرار هدفين وفين ما شكون فيك هدفين يعني ثلاثة وين سجلوا هدفين هدفين ست أهداف يعني أمس 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 مش اليوم هذه هي المهم وين فاز المنتخب يعني وين قلوب المنتخب يعني وين هزم باكستان وبنما وحقق يعني الفوز مستحق على نظيره منتخب باكستان وبنما بست أهداف لثلاثة وأربعة لهدفين يعني يوم الاثنين ويوم يعني أمس خميس على قاعة المغطاة أرينا فيما يعني لحساب الجولة الأولى والثانية من المجموعة منافسة المجموعة الخامسة كأس العالم مقامة حاليا في أوزباكستان وبلغ المنتخب الأسود الأطلس داخل الصالة للدور الثمن النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد الأولى في مونديال ليتوانيا 2021 وذلك بعد أن حقق فوزين متتاليين على منتخب باكستان وبنما في انتظار مباراة الجولة الأخيرة ضد البرتغال يوم الأحد وهي مباراة التي ستحسم متصدر المجموعة الخامسة بين منتخبين المغربي والبرتغالي وخاضت كتيبة المدرب هشام دقيق مباراة بينما بنما برغبة قوية في تحقيق الفوز من أجل حسم التأهل مبكر يعني وين غادي تكون المباراة يعني نتفرجوها مباراة يعني غادي نتفرجوها لأن مباراة يعني غادي تكون في القمة مباراة تاع كبار شو بيه البارسا خسرت يعني على بالي البا مازال ما بان والو هذاك مازال ما بان والو مازال على ربي ما نعرف المهم مباراة شو كيفاش مباراة ما غاديش شو مكاش مباراة سهلة مباراة صعبة أكتو باكستان وقفت البرتغال شحال ربحت ربحت 10-1 بنما دوزيام ماتش بصعوبة 3-2 بصعوبة خالي أنا باكستان لعبت الكل في الكل غير إن شاء الله دوزيام تور ما غادي تسيبها كيما بريمي تور كارديو فينال فينك تزيد تولي تصعب من مباراة لمباراة ما غاديش وباش تربح وباش تدي لاركم غادي تلاقى يعني تلاقى بزاف عراقيل يعني ماشي سهلة أكتب بداية المنتخب المغربي مع باكستان ويتلقى صعوبات مع بنما كذا ومثله وين ولا دايما يحوس يقاليزي له يعني هذا كيما يوصلوا قاليزي هذا كيما كي هذا كيما كي هذا كيما أكتب كيفاش وين لحقت سيس ترو هما كانوا 2-1 3-2 4-2 4-3 وصلت كيما هكا يعني نقولوا بلي ياودي اليوم وين ما غاديش تكون سهله بصح حتى الا عندنا يعني ثقه كبيره في هشام دقيق هذه هي ويردوا على داك البريزي هذاك كابيتان ديكيب هذاك
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.